ايه معكم؟ بس للصبح عم تسمع مو؟ بس للصبح. وهديك البنت لازم تكون عندي وعم تتوسل تحت رجلي، يا بتكون هي يا بتكونوا انتو، هذا الخيار لكم. يالدا تفضل. شكلك ما تذكرتيني. فرهاد أنا من أجاطي. بعتذر منك، ما تذكرت. ما رح تتذكري لأنه لسه ما تعرفنا على بعض. فيك تقولي ما أجتنا فرصة. يالدا بتعرفي شو؟ مرقنا بنفس شوارع البلد والفرق بيناتنا 5 دقايق بس. الطاولة اللي كنتي عليها بالكافيه من شوي قعدت عليها بعدك، والقطة اللي كنتي عم بتلعبيها قبلك بربع ساعة لعبتها. بقصد إنه أنا وياكي كنا عم نمرق بنفس الأماكن، بس كأنه ما كنا عم نشوف بعض. بلكي يعني كان لازم إجي وحاكيكي، شو رأيك؟ شوفي موبايلك، من شركة الطيران، لازم الساعة 5 بطيارة روما، بكرة في تذكرة باسمك. من وقت اللي قعدت على الطاولة وكل شي قلتلك يا صار، ايه بظن كل شي. برأيك هاد مجرد اسلوب تطبيق من شاب مغرور كتير، ما هيك؟ الشاب هاد مفكر انه بيقدر يملك اي وحدة بتعجبه. طبعا هالشاب مصدق حاله كتير واثق بنفسه، هيك شايفتيني ما؟ بلكي ماني هيك. طيب شوفي، بعد سنين طويلة بتكوني قاعدة وحدك بشي مكان، بقوم بخطر انا على بالك فجأة، رح تقولي يا ريت لو رحت مع هالزلمة بوقتها. ليك يالدا، الإنسان بيندم على بعض الأمور اللي عاشها، إيه بس أكيد بيندم أكتر على الأمور اللي ما عاشها. وهلأ أنت في قدامك خيارين يالدا، يا بتفكري إني واحد أزعر بلا شرف وبطبق بنات كل يوم وبكسر قلوبهم كمان وبهالحالة بتكملي شرب كوكتيل اللي قدامك وبترفضي، يا أما أنت بتعرفي شو لازم تعملي، صح؟ يلدا اسمعي، ماني ناوي روحك من ايدي هالمرة بنوب، هذا المهم. بكرة الساعة 3 لازم نكون بالمطار. يلدا تصبحي على خير. يلا هات المصاري. لسه ما خسرت. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.